تساقط كثيف للثلوج في عدد من مناطق محافظة المفرق. هذا الزار الأبيض والمنخفض الخير الذي عم على جميع مناطق المملكة، والحمد لله الآن أيضا تساقط الثلوج. نحن الآن موجودون في قضاء رحابة، حيث ما زالت الحمد لله هذه المنطقة تشهد تساقط كثيف للثلوج. يعني جهود كبيرة مبذولة من قبل كافة الجهات المعنية والأمنية في محافظة المفرق وبرئاسة محافظ المفرق سلمان النجادة، الذي أوعز لكافة الجهات المعنية في المحافظة من أجل فتح الطرق للمناطق التي شهدت تساقط كثيف للثلوج في محافظة المفرق. المفرق وباديتها شهدت الحمد لله تساقط هذا الزهر الأبيض. يعني جهود كبيرة مبذولة من قبل كافة الجهات الأمنية، رجال الأمن العام، الدفاع المدني، البلديات، المجالس، الخدمات المشتركة. كل هذه الجهود الحمد لله المبذولة منذ أمس وهم يعملون على مدار الساعة، ونشاهد الآن أيضا عدد من المسؤولين يقومون في الميدان، مديرية الأشغال، كوادر أشغال محافظة المفرق. كل هذه الجهود الحمد لله لما شهدته محافظة المفرق من تساقط كثير في الثلوج، ولغاية الحمد لله ما زال تساقط الثلوج في هذه المنطقة، قضاء رحاب، مناطق دير الكاف، عدد من مناطق البادية والمناطق الغربية في محافظة المفرق الحمد لله شهدت وما زالت تساقط كثيف للثلوج. هنا لابد من الإشارة بضرورة، يعني بعد قليل أكيد يعني بعض المواطنين سيتوجهون إلى هذه المناطق، لكن لابد من كما تحدثت ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ويكونوا قريبين من أماكن منازلهم إذا كانوا حابين يعني بيزوروا ويشاهدوا هذه الثلوج التي تساقطت منذ أمس في محافظة المفرق. الحمد لله يعني هذه الجهود المبذولة زملائنا في الميدان منذ أمس، وهم أيضا يعملون معنا من أجل نقل الصورة الحية في محافظة المفرق. وإن شاء الله هذا الموسم موسم الخير، موسم الأمطار، موسم الثلوج، إن شاء الله سيعم علينا بموسم إن شاء الله مائي وموسم زراعي جيد. نشاهد الآن يعني هذه الثلوج الحمد لله في منطقة قضاء إرحاب، وهذه المنطقة التي تشهد سنويا تساقط لهذا الثلوج. هذا يعني حرص أيضا الجهات المعنية والتي جهزت كل آلياتها وكل كوادرها من أجل فتح الطرق وخاصة الطرق الفرعية. أعلمون بأن الطرق الرئيسية الحمد لله في محافظة المفرق التي شهدت يعني مفتوحة، ولكن السير بحذر. لابد هنا من التحذير للمواطنين في محافظة المفرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء السير على هذه الطرق، وبما يحافظ أيضا على سلامتهم وصحتهم. الحمد لله نشاهد هذه الأجواء، يعني محافظة المفرق هذه المنطقة أصبحت بحلة بيضاء الحمد لله، بحلة الخير، بحلة العطاء والإنجاز. إن شاء الله سيكون هذا كل هذا خير على الوطن، وكما تحدثنا بأنه سيكون إن شاء الله موسم زراعي وموسم ماء جيد لهذا العام. كل جهود مبذولة، كوادر الأجهزة الأمنية والمعنية تعمل على مدار الساعة منذ أمس، شاهدنا على أرض الواقع، وخصوصا الحمد لله وخصوصا مخيم الزعتري. هنا لابد من التذكير جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، ما شهدته الأردن من جهود الحمد لله في المحافظة وتقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، خصوصا مخيم الزعتري. كما تعلمون هذا المخيم الذي يعتبر الأول على مستوى العالم في استقبال اللاجئين السوريين، لا حوادث تذكر في المخيم الحمد لله. إدارة مخيمات شؤون اللاجئين أعلمنا مدير المخيم أنه لا حوادث لغاية هذه اللحظة، كل مراكز الإيواء متوفرة في المخيم، لا سمح الله إذا حدث أي حالة إن شاء الله تستدعي دخول أي من اللاجئين السوريين.
السوريين، لكن الحمد لله الإجراءات الاحترازية المسبقة المتخذة كانت دليل واضح على حرص مواصلة تقديم الخدمات للاجئين السوريين. كما تحدثنا، لابد من المواطن بضرورة أخذ الحيطة والحذر هذا اليوم لما تشهده محافظة المفرق من تساقط كثيف للثلوج، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. نترككم باللقطات جميلة من الزائر الأبيض من قضاء رحاب في محافظة المفرق.